غادي نستخدمو في هذا البروجي ايبرنيت. الوغ قبل ما نعرفو اشنو هو ايبرنيت غادي نشوف واحد البريزونطاسيون هي الاولانيه او واحد لانتروديكسيون. الى خدينا اون ابليكاسيون جافا هي بازي سور لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي، يعني كاين عندنا موديل اوبجي، ولا خدينا اون باز دو دوني باغ اكزومبل ماي اس كيو ال كنلقاوها بازي سور لو موديل غولاسيونيل. الوغ عندنا ان بروبليم في لا كومونيكاسيون، كيفاش نديرو كومونيكيو بين موديل اوبجي وموديل غولاسيونيل، موديل اوبجي وموديل غولاسيونيل. هو المشكل كاين عنده دو سوليسيون. لا سوليسيون الاولانيه هو انه ممكن نخدم بلا بي اي دي لا بي اي جي دي بي سي. لا بي اي جي دي بي سي اللي هو اختصار لكلمات جافا جافا داتابيز كونيكتيفيتي. بمعنى اخر هاد لا بي اي جي دي بي سي هو كيمكنني باش كنتكومونيكا مع اون باز دو دوني، ميم انا كاين في اوبجي وباز دو دوني غولاسيونيل، مي توجور كيبقى عندنا بروبليم. اشنا هو؟ هو انني خصني مانيولمون بور شاك روكيت او بور شاك ترانزاكسيون افيك لا باز دو دوني خصني نكتب لا روكيت مانيولمون. يعني مان انه لو موديل غولاسيونيل كيفهم فقط لو لونغاج اس كيو ال. بمعنى الا بغيت انا واحد نجيب في لو كان تاعنا لا ليست ديال لي برودوي، اش خصني ندير؟ خصني نجي مانيولمون كونستركون كري لا روكيت، يعني ديك لا روكيت خصني نبقى ندير سيليكت اول فروم ونكونستروي لا روكيت بواحد سانتاكس خاص باس كيو ال. الوغ انا كنكون خدام في موديل اوبجي ولكن او ميم طون كنكتب دي روكيت غولاسيونيل فوسط لابليكاسيون تاعنا. دونك هذا سي ان بروبليم. لا سوليسيون الثانيه هي انني نستخدم شي اوتي اللي كيدير هاد الخدمه. بمعنى اخر واش نبقى انا مانيولمون بور شاك ترانزاكسيون مع باز دوني ندير ديك لا تراديكسيون من غولاسيونيل اوبجي مانيولمون، نستخدم شي اوتي اللي كيستخدم اللي كيدير هاد الخدمه اوتوماتيكمون. اذا هنا كنهضروا على لانسيون تاع او ار ام. او ار ام هو اختصار كلمات اوبجي غولاسيونيل او اوبجيكت غولاسيونيل مابين، بمعنى هو اللي كيدير ليا لو مابين بين لو موديل غولاسيونيل وبين لو موديل اوبجي. فهاد لو كان تاعنا غناخدو لو ار ام اللي هو ايبرنيت. اذا هاد الفريم ورك ايبرنيت هو سي تاع فريم ورك اللي غادي يمكنني باش كندير لو مابين اوبجي غولاسيونيل. هنا واحد النقطه بغيت نبه عليها، سبق لي ذكرت في البوان ديال سبيسيفيكاسيون قلت ان اوراك ان عفوا لا كومينوتي ديال جافا اون فوا كتلقى شي بروبليم كتكري ليه واحد سبيسيفيكاسيون. دونك انا كانت لقات بروبليم في لا كومونيكاسيون مع لا باز دو دوني كريات لنا واحد سبيسيفيكاسيون اللي هي جي بي ا. جي بي ا هي جافا بيرسيستنت ابي اي. هاد جي بي ا هي اللي فيها لونسومبل ديال لي سبيك اللي كيتعلقوا بلا كومونيكاسيون مع لا باز دو دوني. دونك في لو كان تاعنا ايبرنيت ما هو الا امبليمونطاسيون للسبيسيفيكاسيون اللي كنا قلنا في الدرس اللي كنا قلنا في الاول. اذا هنا غادي تجي لك جي كا كيسيون اشنو هما الايجابيات ديال هاد لو ار ام. عنده بزاف الايجابيات غادي نذكرو جوج. الايجابيه الاولانيه هو انه غادي ينقص لنا الخدمه بنسبه 80%، بحيث انه اذا بغينا نبقاو نكريو لي روكيت ونبقاو ندخلو في لي ديتاي تاع الغولاسيون في وسط لوبجي، هذا ما غاديش غادي يضيع لنا بزاف تاع الوقت. بحيث اننا الا كنا خدامين بهاد الجي بي ا ايبرنيت غادي نتعاملو ديريكتومون مع لوبجي وغادي نخليه هو يتكلف لنا لا كومونيكاسيون مع لا باز دو دوني غولاسيونيل. هذا من جهه. من جهه اخرى هي لا لو بوين تاع لا كومباتيبيليتي. الا اخترنا مثلا كنت قاديت اون ابليكاسيون ديفلوبي سور باز دوني ماي اس كيو ال في لو كان تاعنا سالينا في الاخر بدنا ندوزو لا باز دو دوني اوراكل، الو خصنا نكونو سور ان كاع لي روكيت اللي كنا قاديناهم مانيول ما خصنا ندوزو نشونجيهم كاملين، بحيث ان السانتاكس يولي كومباتيبل مع اوراكل. بار كونتر الا كنا خدامين بايبرنيت لا، هاد الامر هذا كان وما كيبقاش، كنخلي ايبرنيت راسو ان سوفي باش نشونجي ليه واحد البارامتر وهو راسو غادي يشونجي السانتاكس. اذا هذا فيما يتعلق بايبرنيت باختصار.